هذا المساء اللقاء الكبير في نهائي كأس الأمم الأوروبية، لقاء العمالقة يقول البعض ولقاء الصدفة يقول آخرون. على كل حال اليوم تلعب إنجلترا أول نهائي ببطولة أمم أوروبا بتاريخها وثاني نهائي كبير بعد كأس العالم 1966، فهل هو الحظ الذي رحمهم بابتسامة أم الجهد والعرق؟ لكن هناك قصة أخرى، إنجلترا مرشحة للفوز بالكأس بعد أن حصلت على الطلاق من أوروبا في بريكزيت. هنا ويمبلي، الملعب الذي يستضيف كأس الأمم الأوروبية، وللمفارقة إنجلترا قاب قوسين أو أدنى من انتزاع أغلى جائزة أوروبية بعد أن غادرت الأسرة الأوروبية. قلب أوروبا ينبض هنا في لندن مع بريكزيت، وكأنما القلب ذلك ينبض خارج الجسد، وحرب المستديرة تحتدم بين إنجلترا التي غادرت الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، حيث بدأ أصلا الاتحاد الأوروبي قبل 70 سنة. الإنجليز بحاجة تماماً لهذه الكأس لكي يقولوا غادرنا الاتحاد ولم نغادر القارة، وباقي الأوروبيين بحاجة لكي يفوز الإيطاليون، فكيف يحمل كأس أوروبا من تركها؟ من لندن، أحمد العناني، العربية. Bring it back home، أعيدوها إلى الوطن، شعار رفع جمهور إنجلترا منذ إحرازهم أول لقب، أول وآخر لقب كبير حقيقة بكرة القدم، وهو كأس العالم 1966 على أرضهم. صحيح عادل، منذ تلك اللحظة لازم الحظ العاثر مهد كرة القدم الحديثة، فلم يتوج أبدا بأي لقب قاري أو عالمي. وصلوا آخر شيء نصف النهائي مرات ومرات، وخرجوا بضربات الحظ الترجيحية، أجيال نجوم تعاقبت، لا زال هذا اللقب الكبير بعيد عنهم أكثر وأكثر يبتعد، وكأنه لا يراهم. على كل حال خلينا نشوف لميس عندها أكثر. لميس، ماذا لديك؟ قولي عن إنجلترا. عادل، عندي كثير حقائق عن نهائي كأس الأمم الأوروبية الذي يقام هذا المساء في ملعب ويمبلي في لندن. هذا المساء يمكن أن تنهي إنجلترا غيابيا عن الألقاب التي استمر 55 عاما، والفوز بلقب أوروبا لأول مرة يعني يمكن أن ينتهي الشؤم الإنجليزي. هذا الشؤم للمفارقة، وكما ذكر الزميل أحمد عناني، يأتي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. آخر مرة فازت إنجلترا بكأس العالم كان ذلك عام 1966 وكان على أرضها. إنجلترا لم تفز أبدا بكأس أوروبا، فقط بلغت النهائي في عام 1968 و1996. إلى الجانب الآخر، إيطاليا أيضا تريد أن تصنع التاريخ، والمعروف عن الإيطاليين أنهم يحققون أفضل النتائج عندما يكونون خارج أرضهم. يأمل منتخب إيطاليا في الفوز بالبطولة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، لكن هناك مشكلة في ويمبلي. 65,000 متفرج في الملعب، غالبيتهم الساحقة من مشجعي إنجلترا. المشكلة الثانية، 65,000 متفرج أم 65,000 قنبلة صحية مع عودة الوباء للارتفاع؟ سوف نشاهد. We'll be right back.
للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الخبير في الشؤون الرياضية لطفي الزعبي. صباح الخير من جديد يا لطفي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. نورتونا. أحنا طيب. اليوم يعني النهائي ويمكن أول مرة بنشوفها إنجلترا تصل إلى المرحلة النهائية. نعم. دائما بتوصل للنصف النهائي وتتراجع. نعم. تخرج من الموضوع. ما هو الجديد؟ ما هو الأداء؟ توقعاتك؟ هلا بالنسبة لإنجلترا وصولها كان له أسباب. أولا من لما خرجوا من الاتحاد الأوروبي صار اللاعب اللي بده يلعب بالدوري الإنجليزي كان أي لاعب أوروبي يعتبر كأنه لاعب محلي. الآن صار في قوانين حطوها إنه لازم في تصريح عمل حتى يقدر يشارك في الدوري الإنجليزي. بالأول كان الدوري الإنجليزي ولا زال هو أقوى دوري بالعالم. ليش؟ لأنه أي حدا بيقدر يشارك من الاتحاد الأوروبي وبيختاروا أفضل اللاعبة وأجودهم وأحسنهم. من هون هم مسيطرين يعني على صعيد الأندية عندهم نتائج كثير خارقة، لكن على صعيد المنتخب نتائجهم سيئة. ليش سيئة؟ لأنه اللعيبة المحليين ما بياخذوا فرص أكثر، ما عندهم حظوة أنهم يشاركوا أكثر في المباريات المحلية، فنسبة الأجانب أكثر. لذلك من 2013 لما طلع رئيس الاتحاد السابق قال أنه إحنا لما صار البريكزيت وطلع من الاتحاد الأوروبي قال أنه إحنا كبريطانيين ب 2022 يعني في كأس العالم القادمة في الدوحة حنفوز بكأس العالم، بأمم أوروبا حنوصل لقبل النهائي. هم وصلوا، بس ليش وصلوا؟ لأنه الـ 2017 يعني بعد كلامه بثلاث سنوات و 2013 حكى فازوا بكأس العالم للشباب وكأس العالم للناشئين. الآن الفريق اللي الآن مشارك 75% منه من اللعيب اللي من الشباب والناشئين اللي أصلاً هم فازوا بكأس العالم، ومدرب ممتاز ساوثجيت يعني يعتبر شيء ممتاز جداً ورائع جداً. كلها تلعب الدورة. طيب اترك عنك الآن كل هذا، bring it back home ولا الكأس ستغير طريقها وتروح إلى روم حسابيا؟ هلا شوف انت بدك تحسبها رياضيا اكثر رياضياً من شيء ثاني. رياضيا انه هم جاهزين ومستعدين، هم بنوا القاعده، القاعده ممتازه. هذا البريطاني، هذا البريطاني ايضا المنتخب الايطالي لا يستهان، منتخب ايطاليا عنده مدرب عملاق، عنده لاعبين رائعين، عنده طيب. امكانات ممتازه. 33 مباراه ما خسروها لهلا، يعني معناته انت بتحكي عن ودفاع اسس قوي، بتحكي عن دفاع اصلا العقليه غيرها. باجو فريق كان دائما كله بدافع ايطاليا، معروف انه جزارين صحيح. بالدفاع الان صاروا عم بيهاجموا وبيهاجموا وبيحققوا اهداف وبتجيبوا نتائج طيبه. طيب. تغيير طريقه التفكير بالنسبه للمدرب واللاعبين بتخلي ايطاليا انه مرشحه اكثر للفوز باللقب، وان كانت انجلترا طبعا تعتبر. بس في نقطه مهمه، اخر 15 امم اوروبا اللي الناس اللي نظموها أو صارت على أرضهم ما فازوا باللقب. هذا اللي راح يصير مع فهذا اللي خايفين إنه يصير مع الإنجليز اللي يمكن حيحضر شيء 90 ألف ويمبلي يحضر 65 وست 7000 للإيطاليين فقط. الموضوع طبعا موضوع خطير. هذا 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 اللي اليوم ممكن يكون عامل ضد يعني المنتخب الإنجليزي، إنه ضغط الجمهور عليه ولا متعودين؟ ضغط الجمهور عليه، والجمهور عمل شغلات غير أخلاقية في المباراة السابقة أثناء السلام الوطني الدنمارك، أساءوا الهتافات. الهوليجينز زمان كانوا لغاية التسعينات ما كان حدا ضابطهم لمجلس الاتحاد الأوروبي، حط قواعد صارمة جدا وأوقفهم وأوقف الأندي الإنجليزي، فبلشوا بعديها إيش؟ إنه الأمور تتحسن ويرجعوا للسلوك مختلف. في حال توجت إنجلترا بالبطولة والكأس ما قبلنا يعني يمكن في هذا التوقيت تحديدا الأمور صعبة إنها خرجت من الاتحاد نعم. الأوروبي، هل سيؤثر سلبا على الأندية على كرة القدم بشكل عام؟ تتويجها لا، التتويج يعتبر إيجابي، هو هذا اللي بتهدف له، إنه هي طلعت من الاتحاد الأوروبي بس مع ذلك إنها تقدر تحقق نتائج إيجابية، وهذا معناه إنه أنت الآن عشان تحسن منتخب، لا عشان تحسن منتخب بدك تحسن اللاعبين المواطنين مثلا يكون عددهم أكبر، مش بس يكون الدوري مستباح لكل الجنسيات الأوروبية. هذه مشكلة كبيرة بتخلي التركيز بالأندية على اللاعب إنه أنا كان نادي بيهمني أفوز مش فارقة مع المنتخب. التعديلات الجديدة، القانون الجديد والبريكزيت، كل التنظيم اللي عمله الاتحاد الإنجليزي بالتعاون مع الفيفا والاتحاد الأوروبي ورابطة المحترفين عملوا هذه الضوابط كلها قوانين. لما عملوا الاتحاد هذه الضوابط صار محدد إنه تركيز كل نادي يركز على الناشئين على
الشباب عنده حتى يصير في هناك قوة وانتباه أكثر. أعطى فرصة أصلا لساوث جيت المدرب أنه عنده فرصة اختيار أكبر، بدل أول ما كانوا عددهم قليل صار العدد أكبر، صار بيقدر يختار لعيبة للمنتخب بجودة أعلى وإمكانات أفضل. يعني معناته أنه نتكلم عن منتخبين وجوه شابة أكثر. نعم. أعتقد أنه حتى طبعًا. يمكن بيكون لهم مواجهات سابقة في كأس. مواجهات سابقة غالبية لمصلحة إيطاليا، ونسبة الشباب اللي قلت لك عنهم فازوا في كأس العالم وكأس الناشئين 75% من تشكيلة المنتخب الحالي لهم. فبالتالي أنت بتحكي عن طاقة متجددة، أهل الخبرة مع الشباب، فبالتالي الأداء لازم يكون مختلف. متوقع أنه نشوف دفاع إيطالي وهجوم إنجليزي، وإن كان الإيطاليين مش حيدافعوا. بس الأجواء، الأجواء ماذا تتوقع بحكم خبرتك وملاحظاتك للسنوات الماضية؟ هل سيكون هناك حالات شغب داخل أو خارج الملعب؟ والخوف من حالات كورونا وحالات الشغب، والإنجليز إذا خسروا حيعملوا شغب. حيعملوا مشاكل. أنا خايف من توقعك أيضا، لأن أنت توقعت البرازيل تفوز، فازت الأرجنتين. الأرجنتين أول شيء بدي أقول لك فوز الأرجنتين، أنا بدي أبارك لميسي. مبروك ميسي. وأقول طبعا أنت فرحاني لأنه هذا الفوز أجا بأقدام مدريدية، اللي جاب الجول مين اللي لازم جاب الجول؟ لازم مين اللي جاب؟ مدريدي دي ماريا. دي ماريا اللي جاب الجول، فهذا شيء كثير يعني كويس. لازم ترجعوها. لا بس هو سبب الفوز، فاحنا بنبارك للأرجنتين هذا الإنجاز العظيم، ونبارك لميسي وجمهور برشلونة. بس شو دخل برشلونة بالموضوع؟ ريال مدريد. لا احنا بنفسر الأمور. جمال حابك على فكرة، مركز عليك صار لساعة.